مباراة كان فيها الكثير من التحفظ، كل مدرب أظن راضي بهذه النتيجة. سنذهب وإياكم إذن إلى ركلات الترجيح، تركيز، ثقة، حظ، أشياء كثيرة مهمة في الدقائق القليلة المتبقية من علامة الجزاء. قد تكون الركلة الأولى هي الأهم، ورغم الضغط الكبير يتفوق على الحارس، يضع الكرة في المرمى. يا سلام، تنفيذ رائع، الكرة في زاوية، الحارس في الأخرى. الكرة في المرمى، النتيجة 1-1. بدأ لي أنه متوتر جدا قبل تنفيذ الركلة، لكنه تمكن من التسجيل. تقدم وسددها بكل ثقة، هذه ركلة جزائية مذهلة. يتقدم بثبات. ارتمى الحارس في الاتجاه المعاكس، ضربة مذهلة. ثالث منفذي الركلات، والكرة إلى الجانب الأيمن، ثقة واضحة عليه، وكرة في منتهى الروعة. يتقدم المسدد الثالث، سددها على يسار حارس المرمى. الآن الدور على اللاعب الرابع. يا لها من ثقة، يا لها من إمكانيات، كرة في المرمى. الدور على لاعب رابع لتنفيذ الركلة. الله على اللقطة وعلى تألق حارس المرمى. هل ينجح في زيادة الفارق من الأهداف؟ أنهت هذه الركلة المباراة. يا لها من طريقة صعبة جدا في الخسارة، الحظ كان له دور كبير فيها. الحارس حاول أن يفعل شيء لكنه لا